Tuk tuk tara ta ta tara nifsa qiblu matu tara tara oya tuk tuk tara ta ta tara nifsa qiblu hantu tara tara oya tuk tuk tara ta ta tara وعندك احلى ثلاثه عناب تara tara للوسط عادل امبراطور التكاتك تara ta ta tara اشرب يا باشا الف مبروك يا استاذ عادل على التوك توك ما تسيحش جامد يالا عشان بس العين واخد بالك العين دي فلقت الحجر ممكن الاقي التوك توك ده بقى نصين ولا اتمسك في اي لجنه ولا حاجه ده لسه ما خوتوش يا باشا بكره البليه تلعب وتملى علينا الموقف تكاتك كده ثلاث اربع تكاتك وتسمي واحد فيهم سعداوي سعداوي ايه يا ابني انا غلطان ان انا قلت لك على حكايه التوك توك دي غلطان ازاي يا استاذ عادل ده انا اكتر واحد هينفعك يا باشا انا هركب التوك توك ده رايح جاي في اي مشوار هروحه وهاخد الكنبه الورانيه لوحدي لا ما دام هتاخد الكنبه الورانيه لوحدك يبقى ده مشوار خصوصي يبقى كف مريم يا معلم وبقشيش كمان وحياتك يا استاذ عادل بس اهم حاجه باشا تزيط لنا التوك توك كده وتحط لنا فيه شويه دباديب وشويه حركات وكلاب من اللي بتقعد تعمل كده بالنسبه بقى للدباديب دي سهله جدا بالنسبه للكلب اللي بيعمل كده تبقى انت تيجي تقعد ماشي ماشي اوكي ماشي عم اهم حاجه بقى ان انا فعلا التوك توك ده انا مركز فيه جامد جدا هخليه احسن توك توك في الموقف كله عارف هعمل له مروحه سقف يلا بحيث اي حد قاعد تقول له روح حلاوتك يا ابو التكاتك ايوه جاي انت ايه بس اللي خلاك تضمن استاذ دول عياد وتدبس نفسك يا عم ده اول طلب اطلبه مني ما كنتش عايز اكسفه طب افرق بقى ما دفعتش شهر ولا اتنين انت كده بقى اللي هتروح في الكلابوش يا عم ايه كلابوش طب وانا اجيب منين 1000 ولا 2000 جنيه ونعمل لك ايه انت اللي دبست نفسك ايه يالا في انت وهو في ايه فين يا ابن الناس اللي انت قلت لي جايين عشان يسوقوا التوك توك فين لا ما تقلقش يا استاذ زوله ده زمانهم جايين يمكن كده 10 دقايق وتقوم جايين 10 دقايق ايه بس من اولها كده موعدهم بايظه ضامنهم يالا كويس اه طبعا يا استاذ زوله برقبتي دول ما يتامنوش على التوك توك دول يتامنوا على مترو الانفيات سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هم دول بقى يا استاذ زوله اللي هيسوقوا التوك توك وكل واحد فيهم هياخد الورديه انا بقى محسوبك مند ابو النظر ابو النظر اه باين طبعا اهلا وسهلا اخوك الصغير مرجيحه يعني 100.6 مرجيحه كل حته ايه الدوخه دي لا ما تقلقش منه يا استاذ دوله العيال دي عفاريت على الطريق بص يا استاذ دوله كل اللي عليك تجيب لنا الام بي 3 على سماعتين الشي ام واحنا مش هنقول احنا مين عشان احنا معروفين اه يا استاذ دوله يا سلام بقى لما يشغلوا الليسي ولا محمد رجب ولا مولد الجديد وهم بيسوقوا اوعى ياكلوا السوق كله يلا ربنا يكرم بس ماندو ايه ظروف النظر يعني ست على ملوش لا كده انا مش قلقان من ماندو مدام ست على ملوش انا قلقان بس من المرجحة ده ممكن يعني يمرجح التوك توك خليه يرجع يعني لا استاذ زوله انا مرجحة اه بس ما بحبش المراجيح بصوا بقى يا عفاريت الاسفلت اي واحد هيجي ياخد الورديه ويجي يكلمني انا ماليش دعوه دي تحلوها مع بعض اهم حاجه فلوس الورديه تدفعوا 40 جنيه للاستاذ دوله في ايده ماشي وكل واحد بقى ما يجي يمول التوك توك يدفع 5 جنيه فيه تمام يا ديليز اصلي خلاص اتفقنا يبقى الكلام اللي قاله كله ميزو ده مظبوط ويتنفذ بالحرف الواحد ولا انت ايه رايك يا لهيمه لا انا شايف ان الكلام اللي قاله ميزو ده كله مظبوط ويتنفذ بالحرف الواحد اه يبقى كده اتكلنا على الله ايا توك توك ترن 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 تر